بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ حسام الكلمي من المدارس الفلسطينية في دولة قطر. اليوم سنكمل ما بدأنا به سابقا وسنتكلم عن أشكال الطاقة. للطاقة مصادر عدة، وتكلمنا وقلنا أن الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل ما. وللطاقة مصادر، خمس مصادر تكلمنا عنها في الدرس السابق: الشمس، حركة الرياح، حركة المياه، الوقود والغذاء. ولكن ما هي أشكال الطاقة؟ سنتعرف عنها بإذن الله عز وجل اليوم. لدينا الشكل الأول من أشكال الطاقة وهو الطاقة الكيميائية. جميعنا نعلم أننا نحصل على الغذاء لكي يمدنا بالطاقة، ولكن كيف يتحول الغذاء إلى طاقة؟ يتحد الغذاء داخل أجسامنا مع الأكسجين من خلال عملية التنفس الحيوي لإنتاج الطاقة. وكذلك بالنسبة للبطاريات، تحدث فيها تفاعلات كيميائية تعطي طاقة لتشغيل الريموتات على سبيل المثال أو الألعاب المختلفة. وبالتالي في كلتا الحالتين يوجد لدينا مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث بهدف إنشاء أو إنتاج الطاقة. بالتالي الشكل الأول من أشكال الطاقة هي الطاقة الكيميائية. الشكل الثاني هو الطاقة الصوتية. نعلم أن الأصوات تصدر من كل مكان، كما هو الحال هنا بأصوات العصافير، أصوات الإنسان، الآلات المحولة، الآلات الموسيقية. هذه الأصوات عبارة عن طاقة. ولدينا هنا الشكل الثالث من أشكال الطاقة وهو الطاقة الضوئية، الذي نستطيع أن نراه طبعا في كل مكان، في المدارس، في المكاتب، في المنازل. لدينا هنا الطاقة الضوئية التي تنتج بفعل سريان التيار الكهربائي في الذرات الكهربائية المغلقة. النوع الآخر هو الطاقة الحرارية. من أين تنتج لدينا الطاقة ومن أين تنشأ؟ أول مصدر وهو أهم مصدر على سطح الكرة الأرضية وهو الشمس التي تمدنا بالضوء والحرارة. لدينا هنا النفط أيضا الذي تكلمنا عنه في الفصل السابق، ولدينا الفحم الحجري. الفحم الحجري والنفط والشمس هي من أهم مصادر الطاقة الحرارية. الطاقة الكهربائية هي أيضا شكل من أشكال الطاقة. كما ترى هنا لدينا مجموعة من الأماكن التي يتم منها توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي الطاقة الكهربائية يتم توليدها إما من مولدات الكهرباء كما هو الحال في الصورة الأولى، وإما من البطاريات، وإما من سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل في وقت لاحق. لكن الطاقة الكهربائية لها عدة مصادر وهي أيضا شكل من أشكال الطاقة. مصادر الطاقة الكهربائية إما البطاريات أو المولدات أو الخلايا الشمسية. البطاريات كما هي الحال بالالعاب، وكما قلنا ايضا انها نوع ايضا يوجد فيها نوع ايضا من او شكل من اشكال الطاقه وهو شكل الطاقه الكيميائي. المولدات الكهربائيه التي تعمل على توليد الكهرباء، والخلايا الشمسيه التي تحول الطاقه الضوئيه من الشمس الى طاقه كهربائيه. النوع الاخير من اشكال الطاقه هو الطاقه الميكانيكيه. وهنا لدينا الطاقة الميكانيكية وهي النوع الذي يحتاج إلى بعض من الدراسة المتعلقة. الطاقة الميكانيكية تنقسم إلى قسمين وهما طاقة الوضع والطاقة الحركية. ما الفرق بين طاقة الوضع والطاقة الحركية؟ لدينا هنا في هذه الرسمة الكرة وهي مع الطفلة. قبل إسقاطها تمتلك طاقة وضع، ولكن ماذا لو قامت هذه الطفلة بإفلات الكرة؟ طاقة الوضع ستتحول إلى طاقة حركية، وبالتالي قبل إسقاط الكرة الطاقة في الكرة هي طاقة الوضع، ولكن بعد إسقاطها تصبح طاقة حركية. كيف نعلم أن الجسم يحتوي أو يحمل بداخله طاقة وضع أم لا؟ إن قمنا بإفلات هذا الجسم وتحرك من مكانه إذا هو يحمل طاقة وضع، ولكن إن بقي ساكنا كما هو الحال في على سبيل المثال كتاب يوجد على سطح طاولة أو إلى آخره، قمنا بإفلاته ولكنه لم يتحرك، إذا لا يوجد فيه طاقة وضع ولن تتحول إلى طاقة حركية، وبالتالي طاقة الوضع مرتبطة بالطاقة الحركية.
إن كان لدينا طاقة وضع، فحين تحرر المحرر المؤثر المسيطر عليها ستتحول إلى طاقة حركية، ولكن لا يوجد طاقة حركية إلا بيكون هنالك تخزين لطاقة الوضع قبلها بهذا الشيء. لدينا هذا الفيديو بطاقة الوضع. ما هي طاقة الوضع؟ وما هي مصادرها؟ وكيف يمكن التفريق بينها وبين الطاقة الحركية؟ لنلاحظ هذا الألوان. لدينا مجموعة من الكرات، حينما يرمي هذا الشخص الكرة فإنها تخزن طاقة وضع إلى حين أن تصل إلى أقصى ارتفاع لها. حينها تكون طاقة الوضع في أقصى حالاتها، ولكن ما هي طاقة الوضع؟ هي طاقة مختزنة في الجسم والتي تخزن فيه إلى حين تحليلها. مثلا في هذا الوضع لدينا هنا مجموعه من الكرات، كلما ارتفعت الى الاعلى كلما زادت طاقه الوضع الى ان تصل الى مكان هنا فيه طاقه وضع على ما يمكن، وحينما تتحرر مره اخرى تقل طاقه الوضع وتزداد الطاقه الحركيه، وبالتالي كلما ارتفعت الكره قلت طاقه حركتها وزادت طاقه وضع. وهذه الآلات أيضا تعمل بنفس الطريقة. هل تعمل هذه الألعاب بواسطة البطاريات؟ لا. هل تعمل بواسطة الكهرباء؟ لا. بمجرد الضغط على هذه الألعاب ومن ثم تحريرها تتحول طاقة الوضع التي تم تخزين هذا الشكل وإشكال الطاقة في هذه الألعاب من طاقة وضع إلى طاقة حركية تسمح لهذه الألعاب بالتحرك بعدها، وبالتالي تتخزن بفعل لف الدولاب او بفعل الضغط على الثمره في هذه الاجسام طاقه وضع، وما ان نقوم بافلاتها حتى تتحول من طاقه وضع الى طاقه حركيه، وبالتالي نوع او شكل الطاقه الموجود في هذه الالعاب هو طاقه ميكانيكيه. اذا لدينا هنا تلخيص لاشكال الطاقه السته: الطاقة الصوتية كما هو الحال في العصافير والآلات الموسيقية، الطاقة الضوئية والتي توجد في الشمس وفي المصابيح، الطاقة الميكانيكية التي تكلمنا عنها في آخر الأشكال، الطاقة الكيميائية والتي تحدث بفعل التفاعلات الكيميائية، الطاقة الكهربائية والتي يوجد لها ثلاث مصادر مثل البطاريات والخلايا الشمسية والمولدات الكهربائية، ولدينا نهاية الطاقة الحرارية التي توجد في الشمس الذي يمكن توليدها باستخدام النفط والفحم الحجري. نهاية هنا لدينا مخطط يوجد في الكتاب سنجيب عنه. لدينا هنا أشكال الطاقة. أشكال الطاقة مرة أخرى ست أشكال. طبعا للتمكين أشكال الطاقة تختلف عن مصادر الطاقة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. مصادر الطاقة هي الشمس، غذاء، حركة مياه، حركة رياح ووقود. لكن أشكال الطاقة: طاقة ميكانيكية، طاقة ضوئية، طاقة حرارية، طاقة صوتية، وطاقة كهربائية، وطاقة كيميائية. وأهم شيء لدينا أن الطاقة الميكانيكية تنقسم إلى طاقة وضع وطاقة حركية. أشكال الطاقة كما ذكرناها، ولدينا هنا مجموعة من الأشكال، ونريد أن نملأ مصدر الطاقة وشكل الطاقة والغرض من استخدامها. بالقوالب الشراعية مصدر الطاقة هي رياح، وشكل الطاقة هي حركية بحيث تسمح بتحريك السفن الشراعية. وهنا في مكان الخبز مصدر الطاقة هو الوقود، وشكل الطاقة إما حرارية بالإضافة إلى كونها أيضا ضوئية، تكون على شكل شرار وتعطي الإحساس بالحرارة. الغرض من استخدامها هو طهي الطعام أو الخبز. الشكل الثالث لدينا هنا الخلايا الشمسية التي يكون فيها مصدر الطاقة هو الشمس، شكل الطاقة حرارية، والغرض من استخدامها تسخين المياه. لدينا هنا السيارات، نعلم أن مصدر الطاقة هو الوقود، شكل الطاقة حركية، والغرض من استخدامها هو تحريك السيارة. هنا مجموعة من الأطفال يحصلون على الطاقة من الغذاء، شكل الطاقة حركية، والغرض من استخدامها الحركة واللعب. ولدينا هنا الشمس هي مصدر الطاقة، وشكل الطاقة التي تمدنا بها هي إما ضوئية أو حرارية،
واهم غرض من استخدام الطاقه الشمسيه هو البناء الضوئي المستخدم في نمو وتغذيه النباتات. ولدينا هنا اخر مجموعه من الاسئله. احضر زنبرك نابضا وكل من الفلي. اثبت الزنبرك على سطح الطاوله واضع الكرة عليه واضغط النابض مع الكرة بيدي ثم افحط. هل تمتلك الكرة المتحركة طاقة؟ ونفسر. حينما نضغط هذا الزنبرك او هذا النابض ثم نفلته نلاحظ ان الكرة تتحرك، لكن هل تمتلك طاقة؟ نعم. ولماذا تمتلك طاقة؟ لان الكرة اثناء حركتها تنجز عمل، ونحن نعلم ان الطاقة هي المقدرة على انجاز عملنا. السؤال الخامس، ما هي شكل الطاقة التي تمتلكها الكرة المتحركة؟ من اسمها متحركة، إذا تمتلك طاقة حركية. هل يمتلك النابض المطلوب طاقة؟ أفسر. حين نقوم بضغط هذا النابض فإنه يمتلك طاقة وضع، وبالتالي هل يمتلك طاقة؟ نعم، وطاقة التي يمتلكها هي طاقة وضع. لماذا يمتلك طاقة؟ لأننا حين نقوم بإفلات هذا أو إفلات المؤثر أو إزالة المؤثر عن هذا النابض يقوم بتحريك الكرة ويتحرك من مكانه وينجز عمله وبالتالي يمتلك طاقة. 7، ما شكل الطاقة الذي يمتلكها النابض المضغوط قبل حركته؟ يمتلك طاقة وضع. هنا لدينا الصورة التي تكلمنا عنها. الكرة قبل إفلاتها والكرة بعد إفلاتها. قبل إفلاتها تحتوي أو يخزن من داخلها طاقة وضع فقط، ولكن بعد إفلاتها تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة. رقم 1، تمتلك الكرة في الشكل طاقة وضع. شكل رقم 1 طاقة وضع، لماذا؟ لأنها إن أفلتت تنجز عملها. والسؤال الثاني، تمتلك الكرة في الشكل الثاني طاقة حركة، طاقة حركية أو طاقة حركة، لماذا؟ لأنها تتحرك، وبالتالي بسبب حركتها تسمى الطاقة التي تمتلكها طاقة حركة. نستنتج أن الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته تسمى طاقة حركية. أما الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضعه تحت تأثير قوة معينة تسمى طاقة الوضع. أتمنى بإذن الله عز وجل أن تكون المعلومة قد فادت الجميع، وأن الأهمية أو الهدف من هذا الدرس قد وصل. ولكن هنا مجموعة من الأسئلة الخفيفة الختامية، ضعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. من الأمثلة على الطاقة الكهربائية صوت العصافير. صوت العصافير نوع الطاقة فيه هي الطاقة الصوتية. يشعرنا الغذاء بالكسل؟ لا، يشعرنا الغذاء بالنشاط لأنه يعطينا الطاقة. تنقسم الطاقة الميكانيكية إلى طاقة وضع وطاقة حركية. صحيح. أراكم بإذن الله عز وجل.